احنا اليوم بمهرجان الشعر الصبغات والاظافر بمدينه سوتشي بروسيا بالجيكوت فيستيفال 2018 لتغطيه مشاركه الجابي بيوتي بهالمهرجان. استفدنا من مهرجان جورج كوت، أخذنا أحدث صيحات 2018-2019. المهرجان استفدت الإشي الكلاسيكي، الفاشن، الكالرينج. هذا المهرجان بصراحة أنا بعني لي إشي كتير كبير، لأنه فيه ناس كتير مشهورين وكتير معروفين، وأنا كنت حابب أني أنا أوصل لإلهم، ووصلت لهم بفضل صالون الجابي. تعلمنا تكنيك جديد، تعلمنا أشياء جديدة، استفدت أنه تعرفت على ناس كتير مهمين، تعلمت فيه أشياء كتير اللي هي آخر صيحات الموضة، الكيميكالز، القص، أعطوني خبرات كتير كبيرة. ما توخانا بيوم من الأيام نشوف مثل هيك شغل. استفدت إشي ما كنا نعرفه بصراحة، إشي جديد، وأنا متأكدة أني راح أصير مثلهم بالجابي بيوتي سنتر. كنت فخور أنه أنا موجود بهالمكان اللي كله مبدعين، ويمكن أكثر لحظة كنت سعيد فيها لما شفت علم بلدي، علم الأردن، بارتفاع بالفريق الممثل بالجابي بيوتي سنتر. في اليوم الثاني من مهرجان جيكوت 2018 حصل فريق الجابي على دورات تدريبية بتسريحات الشعر مع مصففة الشعر العالمية شفق نفروزة، وهالدورات زادت من خبراتهم ومن حرفيتهم العالية بشهادة جيكوت العالمية لتصفيف الشعر. خبرينا عن مشاركتك بمهرجان جيورجي كوت 2018. اسمي شفق نفروز، أنا مدعوة للمهرجان كحكم على مشاركين من أنحاء العالم، والتحكيم أمر صعب ويتطلب أن يكون الحكم عادل. احكي لنا شو هي بصمتك أو إيش هو السيجنتشر لوك تبعك اللي أنت دائما بتستعمليه على زباينك ممكن؟ لا أزال أعمل مع العرسان، والعروس بالعادة تفضل أن يكون شكلها أقرب للطبيعة والتفخيم بنفس الوقت. وكمدربة أعطي صفوف لتصفيف الشعر بالشكل الطبيعي، كل ما نقوم به للعروس يجب أن يكون ناعم، فهو أجمل للعروس. شو هي خطتك المستقبلية أو إيش هي خطوتك الجاية كمصففة شعر؟ عندي مدرسة في أذربيجان، وأنوي افتتاح أكاديمية في تركيا، وأتمنى أن يكون لي عدد من أكاديميات التجميل حول العالم. طب هلا اخر شيء، بما انه فريق الجابي مشارك بجيورجي كوت 2018 بهالمهرجان، خبرينا شو هو تقييمك لهالفريق؟ اسمع عن الاردن كثيرا، واحببت الاردن بعد تعرفي على فريق الجابي اول مره في تركيا من خلال تدريبهم، واعجبني زيهم كثيرا، فهم يبدون كفريق فخم، وارى انهم يحبون تطوير عملهم ونفسهم، فقد كانوا نشيطين في المهرجان. مبروك لهم حصولهم على الكاس، ولاني احببتهم كثيرا قررت الذهاب لعقد دورات تدريبيه في الاردن، وان شاء الله ساراهم هناك في دورة التدريب، وحظا طيبا لهم. شفق، مثل ما عرفنا انه انت في عندك ماستر كلاس رح يكون بالاردن بشهر 2، خبرينا واعطينا شويه معلومات اكثر عن هذا الماستر كلاس وكيف رح يكون. انا جدا سعيده انني ذاهبه الى عمان للتدريب، سأعطي حلقات تدريب للكثير من تسريحات ورفعات الشعر للعرسان والزبائن، ومتأكدة أنهم سوف يتعلمون تقنيات جديدة ويحبونها، وسوف أكون بانتظارهم في شهر شباط في الأردن. شكراً وفرصة سعيدة. ضمن فريق الجابي شاركت أنجلا أخصائية الأظافر في المنافسة العالمية بالمهرجان، وحصلت على لقب البطولة لأربع فئات مختلفة في فن الأظافر. أنجلا
أنجلا، احكي لنا شو بيعني لك فوزك بأربع فئات مختلفة بفن الأظافر بمنافسة جيكوت 2018؟ فريقنا عمل بكل جهد والجميع سعيدين هنا، شعرت بدعم كبير من الفريق وهذا الكأس الذي حصلت عليه، وأنا سعيدة جدا جدا، طورت من نفسي في مجال عملي وعملي أصبح أفضل وبإتقان أعلى وبحرفية عالية، وأنا سعيدة جدا بهذه التجربة. طبعا سوف نطبق كل ما تعلمته في فن الأظافر على زبائننا، تجربتي سوف تساعدني بتطوير جمال فن الأظافر. وباليوم الثالث من مهرجان جيورجي كوت 2018 انتهى بالمزيد من الدورات التدريبية بتسريحات الشعر والقص والصبغات، وكان لها مقابلات حصرية مع مصففين شعر عالميين. خبرينا عن مشاركتك بمهرجان جيورجي كوت 2018. مرحبا، أنا كيرا غونتشر، أنا بطلة العالم في تسريحات الموضة وأعمل مع جورجي كوت من سنين، ودعاني للمهرجان هذه المرة كمدرب وحكم، وأجهز المشتركين للمهرجان والبطولات التنافسية. أريد أن أشكر فريق الجابي على مشاركتهم القوية، فقد كان فريق كبير ومحترف ذو حرفية عالية وخلاق، ونحن كمهرجان نساعد كل المشاركين لكي يثبتوا أنفسهم بجدارة. هلأ طبعاً في دائماً بيكون عند كل مصفف شعر زي بصمة خاصة أو ستايل معين مختص فيه، أنت إيش هي البصمة تاعتك؟ بالنسبة لي أهم شيء تدريب المشاركين، ومتدربيني يقولون لي دائماً إني مدربة عالمية، وأحب تدريب مجموعات من جنسيات مختلفة وإعطائهم أنماط جنونية خارجة عن المألوف، وأنا واثقة أن أي شخص من أي بلد سيكون أفضل بعد حضور حلقات التدريب خاصتي. احكي لنا عن تجربتك ومشاركتك بمهرجان جيورجي كوت لسنة 2018. هذه مشاركتي الثانية بمهرجان جيورجي كوت، وتم الدعوة للتحكيم، إضافة إلى مشاركتي لإعطاء دورات متقدمة للمحترفين في تسريح ورفعة الشعر. شاركت أيضا في العمل على عروض للمشتركين في المهرجان. طب احكي لنا شوي عن بصمتك الخاصة أنت في عالم تصفيف الشعر، أو إيش في مثلا تسريحة معينة أنت مختص فيها؟ إجمالا بصمتي في عملي هي حبي لعمل رفعات للشعر الطويل وتسريحات تفخيم الشعر والأصباغ والألوان، وفي الفترات الأخيرة استمتع بإعطاء دورات في الأصباغ. أيضا أحب عمل رفعات شعر الموضة والفانتازيا، وأرى ردة الفعل لمن أعمل تسريحاتهم. طبعا فريق الجابي كان موجود بهذا المهرجان وكان شارك بالماستر كلاسز، خبرنا شوي شو تقييمك للشغل اللي شفته؟ شارك الفريق الأردني الممثل بفريق الجابي ولأول مرة ب24 شخصا، وهذا رقم كبير نسبيا لأول مشاركة له، وحصل الفريق على الجائزة الكبرى في عدة بطولات، وأريد أن أقول إن هذا إنجاز كبير لفريق يشارك في المهرجان لأول مرة. شارك 300 شخص في المهرجان، وهذا شيء مهم بالنسبة للمهرجان والفريق الأردني، والفوز ببطولات متعددة من بين أكثر من 25 دولة يجعل الفوز مهما. لقد رأيت فريق الجابي في كل أرجاء المهرجان سواء في العروض أم داخل الدورات، فهم مثابرون وهذا شيء جيد، فالشخص المحترف في مهنته يريد دائما أن يكون الأفضل، فهم يريدون أن يكونوا الأفضل وهم أثبتوا أنهم الأفضل بفوزهم، ولكن المهم أن لا يتوقفوا، فبالعادة الناس يتوقفون عندما يحرزون نجاحا معينا، فلذلك يجب أن يكملوا ويصبحوا أفضل فأفضل، وإن شاء الله سوف يشاركون في المهرجان المقبل ب100 شخص. سباسيبا بلشوي. صدر سباسيبا. جيورجي بالبداية خبرنا إيش كان السبب وراء أنك بلشت هذا الفستيفال، وإيش في عندك خطط مستقبلية لقدام، إيش رح يكون عندك بلانز بالمستقبل؟ أهلا بكم جميعا، كنت اليوم قلقا جدا ولكن أيضا سعيد، حيث إني أجهز لهذا المهرجان العالمي منذ 6 أشهر، وهو الدورة الثانية من السنة الماضية، وإن شاء الله في 2019 و2020 سوف يكون منافسة عالمية. هذه المناسبات غالية وعزيزة جدا في حياتي لأني أعيش مع هذا الفن ومع فريقي. Потому что я живу искусством и творчеством и большой моей командой.
خبرنا عن تقييمك لفريق الجابي اللي اجى من الاردن عشان يحضر هذا المهرجان. كان شعورا جميلا، فالفريق يشارك لاول مره من الاردن ثم فاز بلقب بطوله، ورايت فيهم حرفيه عاليه، وانا متاكد انه في السنوات المقبله سيكون فريقا اكبر واكبر، وسوف اساعدهم دائما ان يكونوا الاول في كل شيء، لاني احب مساعده الناس ذوي الموهبه. انا احب الاردن وفريقهم، الاردن هو الاول، انا احب الاردن. هل رح يكون في عندك سيمينارز او ماستر كلاسز بالوطن العربي او بالاردن؟ أنا زرت 30 بلداً ووعدت نفسي أن أزور الأردن، وأحبائي في الأردن انتظروني في الأردن السنة القادمة، سوف أقوم بدورة ماستر كلاس كبيرة، وأنا لي أصدقاء عزيزون في الأردن وسوف يساعدوني لإقامة دورة فخمة. مهنة الكوافير هي فن بحد ذاتها. أنا بحب الجمال، بحب المرة تهتم بحالها. في إحساس كتير حلو أنا بحبه من وأنا صغير. بحب أزيد جمال المرأة. بصراحة حبيتها وأنا صغير، فبعد ما خلصت دراستي حبيت إنه أدخل المهنة هاي وأتعلمها. وكل مرة صرت عم بحب إني أكمل بهذا المجال أكتر وأكتر. أنا بحب الإبداع وبحب الفن، فلقيت حالي في هاي المهنة كتير محبوب إلها، وبحب إبداعها وفنها وتسريحاتها وخلص بدمي يعني بصراحة يعني. الجابي بيوتي سنتر بيعني لي يعني أكتر من بيت، عن جد هو بيتي وهو الشغل تبعي وهو اللي عم بيخليني أتطور أكتر وأكتر وأكتر. الجابي صح هو اسم جديد، لكن عم بطلع بطريقة كتير سريعة وكتير قوية. الجابي هو عيلتي، هو حياتي الثانية. بقدر أحكي إنه الجابي انطلاقتي الجديدة وطموحي الجديد والثقة اللي أعطونا إياها ما برزوها لأي بني آدم. أو مش حياتي الثانية، هو حياتي الأولى. عيلتي وفاميلي بصراحة. I love. صالون الجابي هو المكان اللي بحس إني إذا حطيت فيه مجهودي رح ألاقي الفيدباك تبعه. بصراحة إحنا هذا ما بيعني لنا إنه هو محل إحنا نشتغل فيه، إحنا عيلة كتير، إحنا بنحب بعض كتير. طبعاً من طموحاتي إني أوصل للعالمية وأرفع اسمي واسم بلدي واسم كل الناس اللي بتحبني. طموحاتي إن شاء الله اللي أعطوني الترينينج إن شاء الله لقدام أنا راح أصير أعطي زي ما هم عم بيعطونا. طموحاتي ما بتنوصف وما إلي سقف بالطموح، سقفي مفتوح. ما بتخيل حالي مكان بني آدم، بتخيل حالي أنا حمزة. طموحي إني اللي حبيته وتمنيته من أنا صغيرة إني أكون فنانة، إني أوصل لهذا الشيء، وأنا متأكدة بإذن ربنا ومع الجابي بيوتي سنتر رح أوصل لهذا الشيء. أنا بشكر الجابي كتير، يعني هم إنجاز يعني كتير كبير كان بحياتي، وصلوني للطموح كتير كبيرة، وبنطلع باسمه وبنكبر باسم كتير كبير، وإن شاء الله الأشياء اللي أخذناها لقدام إن شاء الله بنصير نعطيها إحنا للناس. الجابي صالون يصير يعطي، يكون أكاديمية ويصير يعطي دورات زي هيك. وبشكر صالون الجابي على الفرصة اللي أعطانا إياها، ولولاهم بصراحة ما وصلنا لهذا المجال. وانتهى هالمهرجان باحتفالية ضخمة مستوحاة من أفاتار. ديانا عرقات، سوتشي، روسيا.